لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية الدكتور رائد أبو داير. أهلا بكم دكتور. إلى السد الرافدين، اعتقالات ومواجهات مستمرة منذ إعلان الولايات المتحدة لاعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، كيف تصنف الحراك الشعبي بمواجهة الاحتلال؟ دكتور رائد تسمعني؟ أهلا وسهلا، حياك الله. ألو تسمعني دكتور؟ نعم أسمع. أعيد السؤال دكتور، اعتقالات ومواجهات في مستمرة منذ إعلان الولايات المتحدة واعتبارها للقدس عاصمة للكيان الصهيوني، كيف تصنف الحراك الشعبي في مواجهة الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نعتبر أن هذا الحراك يتصاعد يوما بعد يوم، يجب أن القدسية قبل الأمة المركزية وكذلك فلسطين، وبالتالي نحن اليوم أمام مزيد من الحراكات الشعبية، وربما هذا ما أكد عليه الأخ دكتور الأخ الأستاذ خالد بشعل اليوم أمس في المغرب العربي عندما ذكر أن على أهمية الحراك الشعبي في نصف القضية الفلسطينية من المثقفين والنقاد في العالم العربي والإسلامي. نعم، بالمقابل تتزايد هجمات للمستوطنين، آخر الهجمات كان على مدرسة بقرية نابلس وقريتين في نابلس، إلى أين تسير دفة الصراع برأيك؟ يعني اليوم ونحن نتوقع أنه سيكون هناك مزيد من العربدة الصهيونية في الضفة الغربية والقدس، خاصة نتيجة هذا القرار الأمريكي الظالم، ونحن اليوم نشهد بناء كنيسة يهودي تحت المسجد الأقصى، وكذلك يعني بناء 1,000,000 وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة، نشهد قرار دولة غواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس. هذه الإجراءات والحركات الظالمة تأتي في إطار تشجيع المستوطنين، خاصة وأن النخبة الأمريكية الإدارة الأمريكية التي تتولى الملف الفلسطيني هي قيادة يهودية بامتياز، تتمثل في زوج في ابنة ترامب وكذلك زوجها. نحن أمام قيادة صهيونية تلبس لباس التزيين المزيف في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي نحن على موعد مع مزيد من التصعيد من المستوطنين والمعربين الإسرائيليين على أهلنا في الضفة الغربية والقدس، ولكن للأسف الشديد يأتي هذه الإجراءات من المستوطنين في ظل قصور السلطة الفلسطينية وتراجعها عن دورها الرئيسي في وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي كذلك الإعلان بشكل واضح عن فتح باب المواجهة الشاملة بكل أنواعها بما في ذلك المواجهة المسلحة. نحن أيضا أمام قيادة فلسطينية مترهلة وقد تكون خائنة للتاريخ والقضية الفلسطينية. يعني مع هذه التداعيات التي تقف المصالحة الفلسطينية تقف الآن عند مفترق طرق، ما الموانع التي تقف أمامها أمام المصالحة الفلسطينية الشاملة بين الفصائل برأيك؟ بأخي الكريم، المصالحة أصبحت كالسراب المنتظر الذي يعني كالسراب الذي ينتظره المرء العطش، وبالتالي نحن ننظر أن المصالحة الفلسطينية اليوم هي في عداد الموت السريري، وذلك نتيجة تعنت محمود عباس وفريقه الذي يؤمن بالخيانة، يؤمن بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، يقدس العلاقة مع الإسرائيليين، يتلذذ على عذابات أبناء شعبنا في قطع الكهرباء ومنع المرضى وقطع الرواتب وإيذاء أبناء جلدتهم. محمود عباس هذا الرجل نعم، يعني نحن نتحدث عن مصالحة، نحن نتحدث عن المصالحة بين الطرفين الفلسطينيين. نعم. يعني هذه المصالحة إذا كانت هناك عوائق سياسية تقف بينهما، هناك إرادة فلسطينية جامعة لإتمام المصالحة باستثناء محمود عباس وفريقه الذي يرفض المصالحة. وأنا أقول لك ليس سرا، محمود عباس ذهب إليها الكثير من الوسطاء وكان يقول لهم نحن لن نذهب إلى مصالحة مع حماس، ولا تحلموا أن تكون هنالك مصالحة، ونحن لا نريد غزة بكاملها. محمود عباس يعتبر غزة حمولة زائدة عليه وعلى المشروع الخائن الذي يخوضه في مقاطعة رمضان. نعم دكتور رائد أبو داير رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.